ورجعنا لكم تاني وفقره جميله جدا ومن النشاط الطلابي. واخر سؤال سالته لاحمد قلت له تنصح طلبه الثانويه العامه بايه؟ فكان لازم طبعا من الاحداث الجاريه حوالينا نجاح الثانويه العامه. هبين لكم بقى ان الثانويه العامه ملهاش علاقه بالموهبه، والموهبه بتكبر مع نجاح الثانويه العامه. معايا ومعاكم روان ناجي، طالبه ثانويه عامه 80% وموهوبه، ويلا نشوف موهبتها ايه. اهلا يا روان. عامله ايه؟ الحمد لله كويس. انا مش سامعاك يا روان. هو في مطرب صوته واطي كده؟ عامله ايه؟ تمام. الاول الف مبروك على 80%. الله يبارك فيك. وعقبال ما نبارك لك كده في الليسانس والبكالوريوس ان شاء الله. الله يخليك يا رب. احساسك ايه بعد الثانويه العامه؟ عادي جدا يعني. عادي جدا. ده تواضع صح؟ جدا. ده متواضع جدا. خلصت من الهم جدا. ايه؟ خلصت من الهم. خلصتي من هم. طيب بصوت بقى اجش كده وتقولي لي مين اول حد قال لك صوتك حلو؟ اصحابي. وانت بتصدقي اصحابك؟ اه. شكلهم ضحكوا عليك يا رب. لا لا والله. متاكده؟ هقول لك النهارده سؤال مهم جدا. بعد ما اصحابك قالوا ان صوتك حلو، نويتي تغني ولا فكرتي شويه؟ لا فكرت، وبابا شجعني برضه. بابا اللي شجعك. طيب مين الفنان او المطرب اللي انت بتحبيه قوي قوي؟ شيرين. مين؟ شيرين. شيرين. طب ندبسك كده وتسمعينا حاجه لشيرين؟ تمام. يلا مايك معاكي وتفضلي. كده كده يا قلبي حد مني كل حاجة حلوة فيا، كده تمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي، يعني خلاص أنا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي ليك عن حاجة تعباني، يعني خلاص أنا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي ليك عن حاجة تعباني. كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت انك يوم تروح. كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت مش فاضل لي مني غير حبة جروح. مع السلامة يا حبيبي وفي أمان، عمري ما هقول يوم عليك ماضي وكان، عمري ما انسى مهما طال بيا الزمان. يعني صوتك جميل، بكتيني واسعدتيني في نفس الوقت، وده ميكس صعب جدا يعني. صوت جميل ما شاء الله عليك، ربنا يبارك يا رب. لو انت قاعده في البيت كده وبتدندني، ممكن تكوني بتدندني لمين؟ ورده. ورده. الله الله. زي اغنيه ايه كده الورده؟ ليالينا. ليالينا. ده انت قصداني النهارده، انت قصداني. طيب خدي بقى بق ميه كده زي المطربين المهمين والمشهورين وقولي لي هتغني لنا ازاي الورده. يلا ليالينا. ليالينا ليالينا وتاهت بينا، ليالينا 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 وتاهت بينا، ليالينا وتاهت بينا، تاهت ليالينا ليالينا، وقلنا نرسي نرسي على مينا، وتاهت
نرسي على مينا، مشينا وأدينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا، مشينا وأدينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا. وتاري الدنيا غدارة غدارة بتغدر كل يوم بينا غدارة، وتاري الدنيا غدارة غدارة بتغدر كل يوم بينا غدارة. والله الله الله الله، امتعتينا. قولي لنا بقى، قولي لنا ناويه على ايه وهدفك ايه؟ اوصل. توصلي لايه بقى؟ اللي انا عايزاه. ايه هو؟ هغني اكيد. ان شاء الله تغني. انت بتغني اهو جميله والناس كلها سامعاكي، كله بيشكر في صوتك. عايزه اغنيه صغننه كده حلوه، يعني خرجينا من الجو ده بقى، هو جو حلو. انا حزينه. طيب ماشي، ادينا حاجه صغننه كده جميله زيك. ربنا يخليك. ولا كان الحب عمره باختيارنا، ده كان قدرنا وبإذن الله. سلمنا قلوبنا دمنا وبعيوننا، أنا وإنت شفنا الحب إيه، الحب بي عرفته بيكي، ولا عمر الحب بينا مرة وإن مرة غنى قلبي غنى ليكي. ويا رب نعيش كده طول الحياة. الله عليكي، ما شاء الله عليكي. روان، أنا شفت ماما وشفت بابا وشفت أختك وشفت إزاي أسرة جميلة ومتحبة. مين أكتر بيشجعك، ماما ولا بابا؟ بابا. بابا دايما البنت ميالة للأب أكتر. تحبي تهدي لماما أغنية دلوقتي في دقيقة واحدة تقول لها إيه؟ أو كلمة، بلاش أغنية. ماما يعني فشوف أي أغنية، مش لازم تكون للأم، مش عاوزة أغنية. أي أغنية أنت بتقولي لها أنا بهديها لك، مش للأم خالص. مش عارف. طب لو قلت لبابا تهدي له تقولي له ايه؟ مش عارف. لازم اوقع بينكم. مش عارف ايه. طب اغنيه بقى بتحبيها قوليها لنا كده، اختمي بيها النهارده الحلقه. انا حزينه قلت لك. اوكي. ما حبتنيش عشان ازعل عليك او اقول ده راح مني، ولا تفرق معايا بعيد واشوف راحتك بعيد عني. كفايه عذاب هرتاح انا وانساك، مع السلامه خد ذكرياتنا كمان معاك وبالسلامه. ده حب ده ولا امتلاك، روح بالسلامة. ضيعت وقت كتير معاك، مع السلامة. خد ذكرياتنا كمان معاك وبالسلامة. ده حب ده ولا امتلاك، روح بالسلامة. ضيعت وقت كتير معاك. احسنتي واجدتي، برافو عليكي برافو عليكي. ومن هنا بقول لكل اب وام نقطه، ومن اول السطر
فكر في نفسك، اسعد نفسك، فكري في نفسك وساعدي نفسك. انت لما تبقي سعيده ولما تبقى سعيد هتحوط على الاسره كلها ويبقوا اسعد مخاليق ربنا. تعال شوف بنتك وابنك ايه موهبتهم. النجاح مش النجاح الدراسي والتعليمي بس، النجاح في الموهبه ممكن يوصلني لابعد مما تتخيل. احضن ابنك وبنتك، شوف موهبتهم ايه، افضل وراهم، حب حبهم، واحزن لفرحهم، لا احزن لحزنهم. ارجوك يا اب ويا ام، ابني خده في حضنك، خده في حضنك كده واعرف موهبته ايه وامشي وراه، هتوصل لحاجه جميله. الدراسه مهمه والحياه مهمه، وهما ميكس ما بين الاثنين، اب وام. اب وام جابوا لنا روان الجميله، اب وام جابوا لنا استاذ احمد عاطف وغيره وغيره من المصريين. انزل وشارك بصوتك لانك مصري، انزل وشارك بصوتك لانك حر، وصوتك لازم يبقى حر، وشجع ولادك انهم يبقوا احرار في الراي، حتى لو لسه صغير ومالوش صوت، اعمل انت انتخاب في البيت، وعلمه يعني ايه انتخاب وازاي ينزل ينتخب عشان انت مصري حر اصيل. علمه يعني ايه موهبه يجري وراها، علمه يفكر خارج الصندوق، لما الدنيا تقع مني في حاجه ممكن اروح لحاجه تانيه وانجح. البدايات مهمه والنهايات بتكون بدايات لحاجه تانيه خالص. شكرا ليكم، وارجو ان اكون قد وفقت في تقديمي لروان والاستاذ احمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.